خلونا نستقبل أو نكمل الأخبار استمراراً لعمل غرفة عمليات وزارة الهجرة. احنا كنا تابعنا مع حضراتكم قصة المصريين العالقين في الإمارات خلال عودتهم لدولة الكويت. احنا عارفين أن الحركة بين الطيران واقفة، فطبعاً بينزلوا ترانزيت في الإمارات، فكان في يعني عالقين، مواطنين مصريين عالقين في الإمارات مش عارفين يروحوا الكويت، وده طبعا اللي زي ما بيقولوا ايه الحجر الصحي الفترة اللي بيقعدوا فيها، وده طبعا احتراما لإجراءات كل الدول وأي دولة. ده يعني ده دي جائحة عالمية. في الإطار ده السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اتكلمت عن جدولة رحلات المصريين المسافرين للكويت عقب إعادة فتح الطيران الكويتي، هيفتح يوم 2 يناير 2021. الوزيرة كمان اتكلمت عن أنه تم بالفعل تحديد مواعيد سفر جديدة لدولة الكويت للمصريين العالقين بالإمارات، وأنه الشركات أختارت أكثر من 1500 من المصريين العالقين. طب خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه المجموعة من المصريين، وصلوا لفين دلوقتي. معينا الأستاذة مها سالم المتحدثة باسم وزارة الهجرة. أستاذة مها برحب بحضرتك. مساء الخير يا أستاذة لما، أهلا بك. إيه يا فندم، وصلتوا لفين مع أعداد المصريين العالقين؟ إحنا كنا عارفين أنه حضرتكم نظمتم مع مجموعة أو مع جمعيات لإعانة المصريين، لأنه طبعا في ناس ما قدرتش تكلم أن هي تدفع الإقامة في الإمارات. إيه اللي بيحصل دلوقتي بقى لرحلتهم للكويت؟ بشكر حضرتك على اختصار الموقف، لأنه بالفعل بعد إعلان عدد من الدول تعليق رحلاتها إجراءات احترازية، كان في موقف عندنا مستجد لازم نواجهه. إحنا طبعا بقى عندنا خبرة كبيرة في التعامل مع ملف العالقين بعد العام الحالي وما شاهدناه من ظروف استثنائية في العالم أجمع. الحمد لله كان للدور الدولة المصرية مع المواطنين في الخارج جهد كبير وأثر عظيم على التواصل معاه. إحنا الأسبوع الماضي مجرد ما أعلنت دولة الكويت وعدد اخر من الدول تعليق رحلاتها، زي ما حضرتك تفضلتي كان في عالقين اعدادهم الاكبر بناء على استمارات التسجيل اللي فتحناها كان في الامارات. قد ايه تقريبا يا استاذه مها كان؟ تجاوز العدد 2200 اللي سجلوا. بالتاكيد العدد اكبر كمان من ده، لكن في بيبقوا قدروا يوفقوا اوضاعهم وهم تواصلوا. اللي تواصل معانا كان في حدود اكثر من 2200، تقريبا 80% منهم كانوا في دوله الامارات، وهناك عدد اخر في دول مختلفه لكن باعداد ضئيله. ظهر عندنا طلب المساعده في توفير الاقامه، لانهم مش هيقدروا يتحملوا الفنادق والاعاشه لهذه الفتره. على الفور قامت السيده الوزيره السفيره نبيله مكرم بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني ومع عدد من رجال الاعمال المصريين بالامارات وايضا في داخل مصر، وبعدد من اعضاء مجلس النواب تحديدا الدكتور عباس السادات عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج. نظمت الجهود مع من خلال مبادره خلينا سند بعض، وكان في شخصيات مصريه فاعله في الامارات قامت بتنظيم الجهود والتواصل مع الفنادق والاطلاع على عدد المصريين وتوفير ليهم اماكن. ايضا عدد من رجال الاعمال الاماراتيين ساعدوا في توفير في مقار ودور اقامه وتوفير وجبات لعدد اعتقد من 300 ل 400 مواطن تم توفير الاقامه لهم في هذه الدور. امبارح تحديدا استقبل مساعد وزير الهجره اللي هو حازم فهمي الدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحيه وزاره السياحه والاثار، لان احنا عندنا جهد كبير وتعاون وتكامل ما بين الوزارات. السيدة الوزيرة كانت تواصلت مع الدكتور خالد عناني على سن كتفه على بدء تيسير الرحلات العودة، لأن الكويت أعلنت فتح الطيران مرة أخرى يوم 2 يناير، كان بالتالي لازم يتحط جدول تدريجي علشان اللي طيرانه كان مثلا يوم 23 ديسمبر هو اللي يرجع الأول وهكذا. فالنهاردة احنا بالفعل أعلنا عن هذا الجدول. استاذة مها، أنا فاهمة من حضرتك إنه المشكلة الأكبر للعالقين المصريين في الإمارات، هل في عالقين في دول تانية؟ هم كلهم اللي هم عائدين الى الكويت، يعني عايزه اقول لان الامارات والدول الاخرى لم تغلق حدودها. انا فاهم. علشان دي كانت حاجه مهمه بالنسبه للناس. في ايضا ايوه في الامارات، في تركيا، في عمان، في الاردن، لكن العدد الاكبر زي ما قلت لحضرتك كان في الامارات. الباقي كان عشرات او افراد بعدد اصغر. احنا اعلنا مع وزاره السياحه عن رقم ساخن هو 19654، علشان اي حد كان ليه رحله يقدر يتواصل عليه ويبلغ اسمه ويبلغ اسم الشركه ورقم جواز سفره عشان نقدر نحدد له
رحله العوده مره اخرى الى الكويت ونعمل تنظيم لهذه الرحلات، لان طبعا اللي كانوا يعني احنا عندنا تقريبا 10 ايام تاخير الرحلات، فمش هيقدروا يرجعوا في نفس اليوم كلهم. علشان كده لازم يحصل تنسيق ما بين الاجهزة المختلفه. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه مها لكل هذه المعلومات. الاستاذه مها سالم المتحدثه باسم وزاره الهجره.